صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 68 لسنه 2021 بتحديد الوزير المسؤول امام السلطه التشريعيه عن مؤسسه التنظيم العقاري جاء فيه يكون وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني هو الوزير المسؤول امام السلطه التشريعيه بمجلسيها عن مؤسسه التنظيم العقاري.